تجددت المعارك بين قوات المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح ليلة الاثنين في منطقة ثعبات جنوب شرقي تعز. وشنت الميليشيات المتمردة قصفا بالأسلحة الثقيلة على المنطقة، تلتها انفجارات عنيفة هزت المدينة. وفي وقت سابق لقي 24 من ميليشيات الحوثي مصرعهم وجرح 13 شخصا في مواجهات مع قوات المقاومة في تعز. أخبار الآن رصدت مخلفات المعارك في تعز وحجم الخسائر في المدينة وتحدثت مع المواطنين هناك. الحوثيين وميليشيات صالح، والآن زي كما تشوفوا يعني غير صالح للسكن بالخالص، كل الأثاث بالداخل محترقة بالكامل. وين أنتم ساكنين الآن؟ مين نزحتهم؟ الآن نزحنا بعضهم، نزحوا احنا نزحنا للحوبان ورجعنا لهنا ثاني مرة، وجالسين تحت بالشارع بس لأنه البيت غير صالح للسكن، سكننا في الركن الشارعي. حدث هنا قصف عشوائي على هذه المنطقة وعلى شارع حوض الأشراف وشارع الحروي. ميليشيات الحوثي قصفت حوض الأشراف بجميع أنواع الأسلحة، بأسلحة الخفيفة والثقيلة.